السلام عليكم. الموقع ده بيخليك تعمل فيديو بطريقة سهلة جدا، موشن ديزاين، لكن هو مش محتاج يعني تقعد تتعلم، لا ده هو الموضوع بسيط جدا. في قوالب جاهزة تقدر انت بس تغير تكست، تغير الصور، والحركات كلها جاهزة تقدر انت تختارها. فبيوفر لك وقت كتير جدا من خلال ان هو بيوفر لك تمبليت سهل في التعديل، بحيث تقدر تعمل فيديوهات في التخصص بتاعك بسهولة، وتقدر تحط شخصيات، يعني مش لازم تصور نفسك، لا تقدر تختار شخصية وتخليها تتحرك. وفي تمبليت كتيرة جدا زي ما انت شايف، اي تمبليت فيهم بتختاره وتبدأ ان انت تكست تعدلها، الصور تعدلها، لحد ما يبقى معاك حاجة جاهزة ممكن تعمل دعاية ليك او تعمل فيديوهات سهلة جدا. يعني على سبيل المثال لو دوست هنا هيبدأ ان هو يشتغل معاك الانترو البسيط دوت، فتقدر تختار دوت اهي، وتقدر تختار دوت، تقدر تختار مثلا كلمة لايف، تكتب اي كلمة انت عايزها اهوت. وتقدر تخليها في اول الاخر زي ما انت عايز. تقدر تغير الصور، تقدر تغير الخلفية بكل سهولة، بحيث ان انت تعمل حاجة سبيشال ليك.